بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، ومكملين في الأجواء الخريفية اللطيفة، لكن قولنا أهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. بالفعل طبعا في استقرار تام في الأحوال الجوية، يمكن احنا بقالنا عدة أيام بنشهد أجواء خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، وده اللي متوقع أنه هو يستمر معنا اليوم. اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فالكتل دي معتدله بشكل كبير في درجات حرارتها. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى هتكون 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي احساس بالطقس هيكون طقس خريفي مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، طقس معتدل تماما على السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، طقس ما بين حار لشديد الحراره على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل بيحصل انخفاض في درجات الحراره بيكون ملموس وملحوظ اكثر خلال ساعات الليل متاخر فترات الفجر، ايضا فتره الصباح الباكر صغرى فتره الليل بدات تنخفض، بدانا نحس بالاجواء المائله للبروده خلال فترات الليل متاخر في معظم محافظات الجمهوريه، لان الصغرى في بعض المناطق تتراوح ما بين 20 ل 22 درجه مئويه خلال فتره الليل. بالاضافه كمان فرص الامطار اليوم هتنحصر فقط في السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري، وهتكون فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية مطروح والإسكندرية، تمتد الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة في بعض الأماكن من شمال الوجه البحري زي البحيرة كفر الشيخ الدقهلية دمياط بورسعيد رفح العريش، لكن فرص الامطار كلها ان شاء الله ما تاثرش تماما على اي اعمال انشطه يوميه وهتكون في منطقه دون الاخرى وعلى فترات متقطعه من اليوم. بالاضافه كمان نشاط رياح اليوم سرعته بتتراوح ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه في بعض محافظات الجمهوريه، هيساعد على تلطيف الاجواء واحساسنا بمزيد من الانخفاض في القيم. هل الرياح دي محمله برمال او اتربه؟ لا الحمد لله غير محمله باي اتربه ورمال مصاره، فقط هتساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره لان هي اغلب مصادر الكتل الهوائيه كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط. طبعا الشبوره المائيه ما زالت هي الظاهره الجويه اللي بتاثر علينا فترات الصباح الباكر، ساعات الليل متاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء، وكمان بتأدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، وبدانا نشوف ان الشبوره المائيه بدات كثافتها تزيد، بدات تاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه في بعض الايام، فبالتالي لازم ناخد بالنا تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه، وهي طبعا بتبدا في الاختفاء مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا من 7-8 صباحا تدريجي نبدا نحس ان الشبوره المائيه كثافتها بدات تقل الى ان تنتهي تماما والرؤيه الافقيه تحسن على اغلب الطرق. طبعا الاجواء المستقره اللي فيها استقرار واجواء خريفيه دي مكمله معانا حتى يوم الجمعه المقبله ان شاء الله، استقرار كان في الاحوال الجويه وكميات الامطار هتحصل فقط في السواحل الشماليه، لكن مع يوم السبت المقبل هيبدا المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا. هو ده اللي كنت عايزه اسال فيه حضرتك، يعني معروف انه فصل الخريف من الفصول اللي يعني بيبقى فيه تباين كبير في درجات الحراره، ارتفاع او انخفاض، هل احنا معرضين لمنخفض او مرتفع جوي في الايام اللي جايه؟ هو احنا طبعا خلال الايام دي كنا بنتاثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، وده اللي كان عامل فرص الامطار اللي احنا شفناها في بعض المحافظات، لكن مع يوم السبت المنخفض ده هيتعمق بشكل كبير في جمهوريه مصر العربيه، فهنبدا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره،
تبدا العظمى والصغرى تنخفض على القاهره الكبرى وبعض محافظات الجمهوريه وخاصه المناطق الشماليه، كمان فرص الامطار هتبدا تزيد على المناطق الساحليه وتتقدم لبعض المناطق الداخليه، وده هيكون من يوم السبت المقبل ان شاء الله. طبعا التباين الكبير في قيم درجات الحراره بدانا نحس بيه وهنحس بيه كمان خلال الايام المقبله، اللي هو فرق درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل، فرق درجات الحراره هيبدا يزيد. طيب في الاجواء دي يعني نصيحتك للناس تعمل ايه؟ هو طبعا اهم نصيحه ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه قبل ما نخرج من بيتنا، نعرف درجات الحراره ونعرف الظواهر الجويه نبدا نتاقلم معاها. ثاني حاجه طبعا الاطفال وهم رايحين المدارس فترات الصباح الباكر او لو احنا راجعين من اشغالنا خلال ساعات الليل المتاخر، مهم جدا ان احنا يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف للملابس قطعه ملابس اضافيه، لان احنا بدانا نحس بالبروده ويعني ما نغيرش درجه حراره الجسم بشكل كبير عشان طبعا ما نصابش بنزلات البرد. مهم كمان تكون القياده بهدوء تام فترات الصباح الباكر اثناء تكون الشبوره المائيه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 30 والصغرى 21، العاصمه الاداريه 30 21، اسكندريه 27 21، العلمين الجديده 26 21، مطروح 26 20، دمياط 28 22، بورسعيد 28 23، الاسماعيليه 31 20. السويس العظمى فيها 32 والصغرى 21، العريش 28 22، كاترين 26 16، طابا 31 24، حلايب 32 26، شلاتين 34 25، شرم الشيخ 33 26، الغردقه 33 25. الفيوم العظمى فيها 30 والصغرى 20، بني سويف 31 20، الوادي الجديد 37 22، اسيوط 32 20، سوهاج 34 21، قنا 36 24، الاقصر 36 24، واخيرا اسوان العظمى فيها 36 والصغرى 25. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه لاحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. لوعدك هنلتزم بالتعليمات يا لمن. برافو عليك يا احمد. شاطر. شكرا ليك وشكرا للدكتورة منار غانم. أشكرك.